وفيه لبروتوكول تاسيسها وميثاق اسمى هيئه قاريه اوصدت المحكمه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب كل باب او ثغره في وجه اعداء الحريه بالقاره السمراء عندما نطقت بتثبيت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بل وذهبت هيئه المحكمه الى وضع مسؤوليه دعم هذا الحق على عاتق كل اعضاء الاتحاد الافريقي على الرغم من ان الدعوه المرفوعه حددت دولا بعينها اللافت أيضا في دباجة حكم المحكمة الإشارة الصريحة لاحتلال المغرب للأراضي الصحراوية وتذكيرها جميع الأعضاء بدورهم عندما يتعلق الأمر باحتلال أرض عضو وهنا قالت المحكمة بموجب نصوص ميثاقها بإلزامية تقديم المساعدة للمناضلين الصحراويين وعدم الاعتراف بالاحتلال المغربي تحت أي ظرف من الظروف تعية إلى إيجاد حل دائم للقضية انتصار جديد يضاف الى سلسله انتصارات حققتها جبهه البوليساريو داخل البيت الافريقي وخارجه خلال الايام الماضيه فمرورا من كينيا وجنوب السودان وتونس احتضنت دول من امريكا اللاتينيه واخرها البير القضيه ما يمثل التفافا غير مسبوق حول الجمهوريه الصحراويه ونفورا واضحا من المغرب الذي فتحت المحكمه باب قبول الطعن في عضويته بالاتحاد لتعارض احتلاله للاراضي الصحراويه مع عقده التاسيسي